السلام على من تبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام أزول. اليوم باش نتكلموا على ربط البكارة بالمرأة في الغنوصية. طبعا الفيديو هذه باش نركزوا على مسألة لماذا تم ربط البكارة بالمرأة. طبعا نحن نعرف إن كل الأديان أو المعتقدات سواء الطبيعية أو الاصطناعية اللي أنا أسميها الديانات، ما يطلق عليها بين قوسين سماوية، كل مصادر معرفتها يجي من الغنوصية. إذن ما دامت هذه الأديان ربطت البكارة بالمرأة أو العذرية بالمرأة ليس صدفة، وإنما لأن ذلك موجود بالفعل في الغنوصية. طبعا مش بنفس الطريقة، ولكن موجود وجود فعلي في الغنوصية. ولكن الأديان كلها وخاصة أنبياها ورسلها وعلماء دينها الكبار، مش العلماء الدين هذا بدوره، علماء البطاطا اللي موجودين تقريبا الآن في وسائل الإعلام وفي المساجد وفي المدارس الدينية، وهنا نتكلم مش على الإسلام فقط، على كل الأديان ما يطلق عليها بين قوسين سماوية. هذوما العلماء اللي نسميهم أنا علماء النقل وعلماء البلاط وعلماء المصلحة، هذوما حراس الجهل والتخلف، وليس لهم أي معرفة بالغنوصية. أما العلماء الكبار اللي عندهم معرفة وفهم بالغنوصية، أو الأنبياء أو الرسل اللي جابوا هذه الأديان، عندهم معرفة بالغنوصية، وعلى الفكر الغنوصي بنوا ما يسمى الدين بتاعهم. ولكن هؤلاء هل أخفوا حقيقة الغنوصية عمداً وتجبراً ومن أجل مصالح شخصية، أم أخفوها من أجل هدف معين أو فكرة معينة؟ طبعاً أنا من نجمش ندخل في النوايا متاعهم، ولكن أنا نقول إنهم مدام هما يعرفوا الغنوصية ويعرفوا الفكر الغنوصي، لا يمكن أن يكون إخفاهم للحقيقة الفعلية هكاك. ونضرب لكم مثال حول هذا. نتصوروا مثلا بو ولا مسؤول عنده حاجة ثمينة جدا، وعنده ولاد والولاد متاعه صغار، وخاف لا يموت والولاد متاعه ما يعطيوش قيمة لهذا الشيء الثمين، لأن حتى ولو فسر لهم وفهمهم قيمة هذا الشيء الثمين، مستحيل يعرفوا قيمته، لأن المستوى الوعي متاعهم محدود. إذن هوني البو أو المسؤول شنو عنده باش يعمل؟ حاجة من اثنين، يا أما يقول لهم الحقيقة وما همش باش يفهموها وباش يضيعوها وباش يهينوها وما هيش باش توصل للي بعد، يا اما يشد هذيك الحقيقه ويخبيها في حاجه عزيزه عليهم ينجموا يفهموها، فياخذ لهم حاجه مثلا كيما نقولوا لعبه من اللعب نتاعهم، واللعبه هذيك يستطيع معناتها هما بيدهم مقتنعين اللي هي ثمينه، ويشد يخبي فيها هذيك الحاجه الثمينه او هذيك الحقيقه، ويجي يقول لهم حافظوا على اللعبة هذه، رأي اللعبة هذه جدا مهمة، ما غير ما يقول لهم الحقيقة أو الشيء الثمين اللي داخل هذه اللعبة. وبهذه الطريقة البو أو المسؤول
ينجم يموت مرتاح ويتهنى، لأنه يعرف أن أولاده أو الأشخاص اللي مسؤول عليهم باش يحافظوا على اللعبة هذيك، وباش يحافظوا عليها بطريقة أنها ما تضيعش ويعطوها أهمية، لأنهم فاهمين أهمية هذيك اللعبة على حسب مستوى وعيهم وتفكيرهم. حتى يجي الوقت من الأوقات بعد جيل أو زوز أو ثلاثة، واحد يكتشف اللي اللعبة هذيك أو المظهر هذاك أو القشرة هذاك مش هو الثمين، وإنما اللي موجود في الداخل متاعه. وهنا علماء الجهل والتخلف، واللي نسميهم علماء الدين في كل الأديان، قاعدين لاهين باللعبة هذيك ويزينوا فيها ويأكدوا فيها، وما يحبوش أو ما يعرفوش اللي وراء هذيك اللعبة فما حقيقة أخرى أثمن، وفما لب أهم هو المهم، ليس القشور الظاهرية. أنا نتصور الأنبياء الكبار معناتها الرسل والعلماء الكبار كانوا يعرفوا الحقيقة، ولكن كانوا يعرفوا أن الشعوب ما تفهمش شنو باش يقولوا، فيحاولوا باش يخبيوا لهم الحقيقة بحاجات أخرى بالنسبة لهم عزيزة، باش يحافظوا على الحقيقة هذيك باش توصل للأجيال القادمة. هذا معناتها حسب وجهة نظري أنا. المهم اللي حبيت نقوله من الكلام هذا، إن الأديان كلها مهما كانت، سواء كما قلت الطبيعية أو المصطنعة، مصدرها الأساسي والأول هي الغنوصية، لأن الغنوصية هي أقدم معتقد إنساني، وهي لا تعتمد لا على الفكر ولا على الحكم الظاهري، وإنما تحكم على الإحساس الداخلي. بالنسبة للغنوصية، الجنس المؤنث الموجود في الموجود الواعي هو التمثيل الحقيقي والأقرب لحقيقة الوجود الكلي. احنا نعرفوا اللي الموجود الواعي الوحيد اللي نعرفه الآن هو الإنسان. طبعا الغنوصية تقول يمكن موجود، بل تقول موجود موجودات أخرى واعية في هذا الكون، ولكن احنا ما نشبش نتكلم عليهم، وهي ما تتكلمش عليهم بالتفاصيل، وإنما تتكلم على الموجود الواعي الإنساني اللي موجود الآن، اللي هما نطلق عليهم الإنسان أو البشر. إذن فهذا الإنسان متكون من سلبي وإيجابي، متكون من أنثى وذكر، اللي احنا نطلق عليه بالعرف متاعنا امرأة وراجل. الراجل أو ما يسمى الذكر أو الإيجابي يمثل الوجود المادي، بينما الأنثى تمثل الوجود المادي وغير المادي، أي الوجود الكلي. وأهمية الإنسان نجدها في كل الديانات القديمة. الديانات القديمة كانت تقدس المرأة، وكانت تعتبر الإنسان هو أنصاف آلهة، ما يسمى بالتحلي الإلهي في الإنسان، أو بالتزاوج بين الآلهة والإنسان، أو حتى الديانات ما يطلق عليها السماوية تتكلم عن خليفة الرب على الأرض، أو خليفة الرب على الوجود المادي، أو في بعض المعتقدات بابن الرب اللي هو معناتها ممثل الرب في الوجود المادي. إذن أهمية الإنسان اللي موجودة في الغنوصية معناتها نلقاها في كل الأديان. طبعا الغنوصية لا تتكلم على الإنسان فقط، وإنما تتكلم على الموجود الواعي، والموجود الواعي اللي نعرفه الآن هو الإنسان. وانتم تعرفوا للغنوصية أيضا تعتبر أن الوجود المادي ما هو إلا تشكيل للوجود العدمي، وترى أن الفرق بين الوجود العدمي والوجود المادي هو فرق في تغيير الظاهر، أي ما يسمى بالوجود العدمي هو في الظاهر عدمي،
وفي داخله مادي، بينما الوجود المادي هو في ظاهره مادي ولكن في باطنه عدمي. هذا هو الفرق من بين الوجود العدمي والوجود المادي. ومن هنا التمثيل الكلي للوجود في الوقت الحاضر والآن هي الإنسانية، متكونة من ذكر وأنثى، أي من سلبي وإيجابي، ونحن نعلم أن السلبي يسبق الإيجابي، وأن الإيجابي هو حديث الظهور بعد الصفر أو بعد البدء أو بعد الانطلاقة في الوجود المادي. إذن هذا التمثيل الذي يتكرر في الأزل على حسب الغنوصية، إن القانون هو نفسه قاعد يتكرر ولكن يأخذ مظاهر عديدة. يعني كما وجد الوجود المادي من العدم، نجده الآن في هذا الوجود يتكرر في كل المجالات وفي كل الموجودات، ولكن أكثر تمثيل موجود في الوجود الواعي اللي هو بالنسبة لنا الإنسان. ولهذا مثلا نجد في القرآن وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن من هنا نفهم معناتها أهمية الإنسان في الغنوصية وأهمية الوعي في الغنوصية. يعني الشيء مهم في الغنوصية على حسب درجة الوعي متاعه، وطبعا الإنسان عنده درجة من الوعي وعنده أسلوب تعبير، هذه هي ما تتخلي القوة متاعه. والمرأة هوني عندما نشوفوا احنا المرأة، طبعا هناك ياسر حيوانات عندهم البكارة ولكن ما عندهمش الوعي اللي عند الإنسان. لهذا الأنثى البشرية تختلف على أنثى بقية الحيوانات. واحنا نعرف اللي في الغنوصية الذي يميز موجود عن موجود هو الوعي والمعرفة والانتباه، لأن ما قيمة الأشياء لو حتى حد ما يعى بها؟ معناتها ما عندها حتى قيمة. لهذا يعتبر الوعي جدا مهم، والمرأة أو الأنثى جدا مهمة. إذن عندما تولد الأنثى تولد بكر حتى تصل إلى عمر معين وتفقد البكارة متاعها. فالغنوصية تعتبر هذه الفترة ما يسمى فترة البكارة هي فترة العدم الوجودي أو الوجود العدمي. وعندما تفضل بكارة هذيك بداية ما يسمى الخلق أو البدء أو الحركة، وهذا يحدث طبعا عند البشر عن طريق ما يسمى بالذكر أو الرجل الذي يفض البكارة. ولهذا الغنوصية تعطي أهمية كبيرة لمسألة فض البكارة عند المرأة في البشر، ولكن الغنوصية تتكلم عن نوعين من البكارة. تعتبر البكارة المعنوية أو الحسية والبكارة الجسدية. وأنتم تعرفوا للغنوصية تؤمن بالإزدواجية، الإزدواجية موجودة في هذا الوجود وموجودة حتى في الوجود العدمي، ولكن في عالم الوجود المادي هي أكثر ظهوراً وأكثر وضوحاً. إذن هوني الغنوصية عندما تتكلم على البكارة لا تتكلم على البكارة الجسدية فقط، وإنما تتكلم أيضاً على البكارة المعنوية، وهذه جداً مهمة. الواحد يقول شنو علاقة فقدان البكارة الجسدية بالبكارة المعنوية؟ طبعاً الآن العلم تطور وعلم النفس يعني أصبح أكثر تطور، والعلماء الآن لو ترجع البحوثات تجد أن المرأة عندما تفقد البكارة متاعها يعني تتغير البكارة الجسدية. وهناك علاقة كبيرة جدا بين ما يسمى فقدان البكارة والطبيعة النفسية للمرأة. هذه معناتها نقطة جدا مهمة وعلم النفس يبحث فيها، مش كما واحدة فقدت البكارة متاعها باختصاب أو عن كره، كما واحدة فقدت البكارة متاعها بتوافق واتفاق وقبول، وكما واحدة فقدت البكارة متاعها بحب، عن حب وعن رغبة كبيرة.
هذه جدا مهمة، يعني الأنواع الثلاثة اللي ذكرناهم في الفيديو الأول وقت تكلمنا عن البكرة، وقلنا إن طريقة الخلق هناك ثلاثة احتمالات، إما عن طريق الاختصاب أو عن طريق التوافق أو عن طريق ما يسمى الحب. وطبعا بعضهم سألوني السؤال، قالوا لي يعني هل الخلق تم عن طريق حب أو عن طريق اختصاب أو عن طريق توافق؟ الغنوصية تقول إن الثلاثة وقعوا في نفس الوقت، يعني هناك جزء من الوجود ظهر عن طريق اختصاب، وهناك جزء من الوجود ظهر عن طريق توافق، وهناك جزء من الوجود ظهر عن طريق ما يسمى حب. ولهذا تعتبر الغنوصية ما يسمى بالمرحلة الثالثة، وتوصلنا للمرحلة الثالثة، أنا مزدتش ما تكلمتش عليها كيفاش عملية الخلق، هذا ما يسمى بالمثلث. المثلث هذا يمثل جنس الذكر، وهو المثلث الذي أيضا يمثل الاختصاب، ثم القلب الذي يمثل الحب، ثم التوافق الذي يمثل الأزل. يعني هذوما الثلاثة، الأزل، الحب، ثم المثلث الاختصاب. وتقول الغنوصية إن الثلاثة هذم حدثوا عند البدء وعند ظهور الوجود، وهذه نفس العملية توقع الآن لما يسمى البشر، لأن كما قلت لكم المرأة قبل فض البكارة تمثل العدم، وبعد فض البكارة تمثل الوجود. إذن هذه الحقيقة الغنوصية نجدها في الأديان، ما يسمى السماوية والطبيعية والمعتقدات، أخذتها كلها من الغنوصية. لكن هذه الأديان لم تأخذ الحقيقة كما هي، لم تراعي جانب مهم جدا اللي هو فض البكارة النفسي، وركزت على فض البكارة الجسدي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية إنها ربطت العلاقة بتاع فض البكارة بتواقيس دينية مثل الزواج، يعني تعتبر الزواج هو الوحيد الحامي للمرأة لكي تفض بكارتها، وهذا لا نجده في الغنوصية أصلا. إذن شفتوا كيفاش إن الغنوصية ربطت البكارة بالأنثى، وعندما نقول أنثى لا أقصد امرأة، وإنما حتى الرجل المؤنث أو المخنث تفض بكارته مثل المرأة. إذن الغنوصية كما قلت لكم تؤمن بالذكر والأنثى، بالطبيعة الأنثوية والطبيعة الذكرية، كما أن الرجل الحساس الذي عنده طبيعة أنثوية حتى ولو هو ماهوش مثلي تفض بكارته النفسية. إذن لازمكم تفهموا النقطة هذه. بينما في الأديان لا، ربطوا المسألة بالجنس والشكل بتاع الرجل والشكل بتاع المرأة، وربطوا هذه بعادات وتقاليد وتواقيس متاع زواج وكل شيء، وما اهتموش بالجانب النفسي. فلهذا الذي نراه في كل الأديان من زواج وزيجات وكلها، هذا يمكن أن يكون تحت طائل الاختصاب، يعني البنت يمكن أن يتم اختصابها من طرف زوجها اللي هو في الدين يراها مسألة عادية. إذن هوني نكتفي بهذا القدر حول مفهوم ربط البكارة بالمرأة في الغنوصية، نظن الفكرة مفهومة، ونخليه الفيديو القادم كيف الأديان المتوارثة والتقليدية هذه بكلها الطبيعية والغير طبيعية والسماوية هذه، كيفاش إنها لم تصل إلى حقيقة الغنوصية، وإنما اكتفت بالشكل الظاهري فقط، واهتمت بالزيجات والتقاليد والعادات، ولم تهتم بالجانب النفسي اللي ركزت عليه الغنوصية تركيز كبير. نظن الفكرة واضحة، وهذا شنو باش نحكيه، كيف الأديان خاصة السماوية أهانت المرأة وأهانت فكرة البكارة، وهنا ليست ديانات سماوية فقط، وإنما حتى ما نطلق عليه الآن المدنية الغربية التي تسير على منهج الأديان ولم تهتم
بالطبيعة الأنثوية للمرأة. وشكرا على المتابعة، وشكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.